اليوم نحن في حضرة حفل تخريج الدفعة الأولى لمتطوعي الدفاع المدني السوري من خريجي الدبلوم المهني اختصاص مسعف. الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم نحن إقامة احتفالية تخريج 100 مسعف من الدفاع المدني. طبعا 100 مسعف نحن كان الغاية منهم هو تطوير مهارات المسعفين لدى الدفاع المدني ليكونوا اختصاصيين بشكل أكبر. طبعا 100 مسعف خلال 6 شهور الماضية تلقوا عدة تدريبات نظرية وعملية للوصول إلى أعلى على كفاءة من الخبرات الطبية لإنقاذ الأرواح بأسرع وقت ممكن أثناء عمليات استجابة لعمليات الإسعاف بشكل كامل. طبعا 6 شهور الماضية هي كانت تتطلب عمل كبير من وجهد كبير من المتطوعين، والحمد لله رب العالمين بهذا اليوم بذلوا ثمار الشيء اللي اشتغلوا فيه واللي تعبوا فيه، وعم نشوف عم نلاحظ حاليا لحظات تكريم للأوائل ولكافة المتطوعين وتسليم الشهادات بشكل كامل لكل المسعفين الناجحين في هذه الدورة. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. قويا لقدرات الدفاع المدني، حيث أن الجميع يعلم ما هو الوضع الذي يمر به شمالنا المحرر. من صعوبة الوضع من حيث انتشار لفيروس كورونا، وأيضا عمليات القصف المستمرة التي تستهدف أن يكون هناك تحسين في جودة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني في خدمة أهلنا في سوريا. حياكم الله جميعا، ونشكر لكم هذا الحضور الكريم الذي إنما يدل على اهتمامكم بنا ودعمكم لنا ما يزيد من فرحتنا. أنا المتطوع عادل جاد الله من محافظة درعا. طبعا جيت على إدلب مع التهجير اللي صار لأهالي درعا طبعا بال 2017. حاليا انا مقيم بمدينه ادلب. طبعا مع الدفاع المدني من ايام درعا، طبعا انتسبت للدفاع المدني من عام 2015، صار لي حوالي 6 سنوات تقريبا. دراستي تركت الدراسه تقريبا من حوالي 17 او 18 سنه، يعني كنت منقطع عن الدراسة سابقا. حاليا خضعنا لدورة تدريبية، دورة دبلوم تأهيل مسعف في جامعة حلب بالمناطق المحررة، مدتها 6 شهور. كان تعليمنا أكاديمي طبعا. خضعنا لمحاضرات تعليمية وتدريبات عملية بكافة المجالات بالنسبة للإسعاف طبعا، مما زاد خبرتنا في مجال الإسعاف طبعا ونقل المرضى والتعامل مع الجرحى والمصابين. والحمد لله اليوم كان في تخرج الدفعة. خضعنا حوالي 100 عنصر من الدفاع المدني لهذه الدورة، والحمد لله اليوم تم التخرج وكنت الأول على الدورة الحمد لله من فضل الله.